هي في المغربيه. اخويا بالنسبه للدخول المدرسي هذا العام ما فهمنا فيه والو، كاين خصص في الكتوبه الناس كيقولوا لي الخمس والسادس، الخمس والسادس ما تطبعش كاع نهائيا، والاقسام الاخرين راه كانوا ذاك العام ولكن هذا العام ما كاينينش، والناس ما عرفنا واش يقريو ولادهم ولا ما يقريوهمش. الكتوبه راه ما اللي جا بحال هكا دابا كيقول لك بنادم جمع لينا الكوموند كيجمعها كيقول لك انا مسافر، واش كيتسنى يتحبس الحجر الصحي ولا شي حاجه؟ ما فهمنا والو. الكوموند هي مجموعه الناس ما كاينينش، الخصاص في الكتوبه خويا ما فهمنا والو. المكتبه صافي السلام عليكم، الكتوبه ما بقاوش كيتباعوا الادوات والو، ما شاء الله هذا العام قضيه غاده في الفندق. بالنسبه للكتب المستعمله كما كنديروا مع الناس كما كل سنه، هذا العام هذه السيده اللي جات لنا السابعه اولى اعدادي كتدفعهم كدي ديال الثانيه اعدادي كتزيد واحد شويه ديال ديفيرونس شي حاجه قليله، هذا هو المعمول معهم. ولكن المشكل شنو هو؟ ها هي جابت لنا ثمانيه ديال الكتوبه غدا بثلاثه خمسه اخرين جداد وما كاينينش. ما ماشي مشكل ان الدوله تبدل، ماشي مشكل بدل البروغرام اسيدي، ولكن وجد الناس راه كتوجد في الموسم دوك لي زيديسيون ديال برا لو موا 3 2019 كلشي خرج، 3 2020 كلشي خرج، الناس كيمشي يتقدا كيتقدا جديد كاين في السوق، هاد الناس هادو كيطبعوا الجديد ومازال كاع ما كاين، حتى الديزاين ديال الكتاب مازال ما شفناش. شنو امتى غيخرج؟ في شهر واحد تيسالي الدخول المدرسي ما شاء الله وخلاص وصافي، هادشي اللي كاين دراسة. السلام عليكم اخويا، كيفاش قوى السوق السوداء وجد الكتاب؟ الكتاب ماشي ما فيهش هو الاحتكار ولا شنو؟ الا كان الاحتكار كاين الاحتكار من الفوق، اما لتحت راه ما كاينش كتب، الكتاب ما كاينش باش يحتكروا الناس. واش نحتكر؟ نحتكر التربيه الاسلاميه دايره 9 دراهم، الكتوبه الصحاح اللغه العربيه، وكيف يعقل ان السادس تابعوا امتحان اشهادي والكتوبه ديال العربيه والاجتماعيات والرياضيات والنشاط العلمي اللي هما المواد الاساسيين ما كاينينش باش يقرا السيد هذا؟ واش نقريو؟ نقريو التشكيليه؟ واش التشكيليه هي اللي غيتمتحن فيها في السادس؟ اخويا الناس اللي شادين القطاع يا اما يدخلوا صحاح ويقادوا الامور يوجدوا داك الشيء، يا اما يخويو راه كاين الشباب تبارك الله راه كيطيروا مع الطيور، هما اللي يوجدوا البروغرامات ويقادوا المسائل ويتمشاو بالدوله لقدام. السلام عليكم، جينا ناخذوا الكتوبه عند السيد في المكتبه ديما تناخذوا عنده، وبينا نبدلوا البديل، ودابا جينا شي كتوبه خذاتهم اختي وشي كتوبه ما خذاتهمش، وحتى نجيو في الطاكسي وما خصنا ولا فين نتقداو عنده ديما تلقاو موجود، دابا ما كاين لا بديل، دابا النص فيه ما كاينش. تمشيو نجو هنايا ما كنلقيناش الكتب الاخرين، حنا دابا جينا تعذبنا حنا اختي وبنت اختي دابا عندها نص نهار خاوي، حنا دابا الكتب ما لقيناهمش، هذا السيد ديما تنجو نتلاقاو عنده كتب ما كاينش البديل مسكين. يلا هذا الشيء ماشي معقول الصراحه، خصني يوفروا لنا الكتب والدراري مساكن بيقراو والناس والله يبعد عليها هذه المرضى هذه، ولكن ما الدراري مساكن بيقراو ما لقاوش تيجيو مساكن تيبقاو يبغاو يكتبوا يلقاو ثلاثه والاخرين ما كاينينش، هذا الشيء زعما ماشي معقول الصراحه. ايوا خصنا نشوفوا شي حل لهذا الشيء. لا لا هذا العام ما كاينش لا رواج لا والو الصراحه، مع كورونا صراحه تكفسوا الناس بزاف، والحمد لله حنا هاد المرضى هذه الله بعدها علينا، تنطلبوا الله الله يخفف عنا، ولكن تقهرنا بزاف. ها هما الناس تيجوا وما تيتعذبوا وما تيلقاوش البديل، وهذا السيد هذا مسكين تيضرب تمار باش يجيب الكوموند، والكوموند ها ماشي انت تشوفها الكوموندات كاين هنا يوم ما كاينش مسكين البديل، وهاد الناس تنعرفوهم سنين هما قدام هنايا والله زعما مساكن تيضربوا مجهدهم، ولكن انت هما مساكن لا اله الا الله. ايوا اش نقول الله يبعد لنا المرضى وصافي، الدراري بيقراو مساكن ولكن القرايه انت تشوف. ايوا والله دير تاول الخير وصافي الله يبعد لنا المرضى. جينا لعند المهدي مول فين كنتقداو من عنده، جيت ناخذ الكتوبه ما لقيتش، لقيتها خمسه واللي ما باقي ما لقيتوش، ومول فين كيعطيونا المقرر ديال من شهر 6 كيعطيوه لينا وكنشريو الكتوبه كنلقاوهم، دابا ما لقينا والو، يلا خمسه ديال الكتوبه وكنمشيو ونجيو كنمشيو وكنجيو بلا معنى لا والو، ما كاين لا رواج، الدنيا ميته ما كاين حتى شي حاجه. مول فين كنجيو كنلقاو الدنيا كتشري الكتوبه الناس مع وليداتهم داك الشيء والو ما كاين حتى شي حاجه. ايوا اش غنقول لك، الله يجعل سيدي ربي يهز علينا هاد الوباء وترجع المياه لمجاريها، ما راه الدراري راه ما كاين لا قرايه لا حتى شي حاجه، هاد الشيء ما باين ليا فيه والو. اصبري عليه ان شاء الله مبروك ان شاء الله مره اشنو باقي ليا؟ لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد ريمال تيفي.